السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي، مرحبا بكم فيديو جديد على القناة. لأول مرة كيشاهد القناة، نرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. بالنسبة للفيديو اليوم، هيكون على واحد من أهم وأكبر أسواق اسطنبول، اللي هو السوق المصري في قلب مدينة اسطنبول القديمة، وتحديدا في منطقة أمينينو بالجانب الأوروبي. يقع السوق المصري، حيث يمكن للزائر اقتناء توابل الحلويات، المجوهرات الذهبية والفضية، المعمولات اليدوية الأصلية، الملابس والهدايا، الأعشاب والعسل، والعديد من البضائع المميزة بالطابع التركي الأصيل. كيتصنف السوق المصري بأنه ثاني أكبر أسواق اسطنبول التقليدية، وذلك بعد البازار الكبير. كترجع الفترة للإنشاء ديالو إلى عهد السلطان مراد الثالث سنة 1597. بالنسبة يعني لسبب تسمية السوق المصري بهذا الاسم، كاين روايات كثيرة، من بين أنه كان كيتم استيراد القهوة والتوابل من الهند وجنوب آسيا إلى مصر، ومنها إلى اسطنبول، لذلك سمي بالسوق المصري. كتعتبر السوق المصري وجهة رئيسية للسياح العرب والأجانب على حد سواء، حيث أغلب السياح كيقتنيوا الهدايا والحلوى والبهارات من هذا السوق المتميز. من أكثر السلع اللي يعني شهرة وأكثر شعبية داخل السوق هي التوابل. هذا زعفران ايراني. الايراني ده من ايران، كويتي، بس كويتي. هذا عندك، هذا اخف، هذا جرام ايراني. هذا كريستال، كريستال مانتل، يعني هذا لا هذا حقيقه. ها لكم نعمل بوتشا نعمل الكاميرا قلت مش بصور شيء على الاخر. اها لا لا بالعكس بدل بالفعل. بدك تشتري باش نقول لك باش نقول لك باش نقول لك باش Thank you.
تعيش ليما؟ من المحلات المميزة محل علاء الدين، ركزوا على شكل المحل. بغيت نوريكم ديزاين ديال المحل لاز كيفاش كيكون. هادو كلهم كتلقاهم كيبيعوا التوابل وكيبيعوا الحلويات. هذا يا كمان Thank you.